السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على جزئية إنشاء قسم أو Create Group. القسم ده مثلا عندي وليكن مطعم، في قسم مشويات وفي قسم معجنات وفي قسم عصائر وهكذا. فدي الأقسام اللي أنا عاوز أضيفها النهاردة، إزاي أقدر أضيف قسم علشان أقدر أدرك تحته أو أحط تحته الأصناف كاملة. خلينا مع بعض ناخد نظرة عامة عن الجروب ونشوف شكلها كده ازاي. احنا طبعا بندخل على البرنامج وبعدين بنخش على الكويك سيرف علشان استعرض المنيو بتاعتي. فزي ما حضراتكم شايفين كده الأقسام، مثلا ولائم الأرز كده، الشربات، المقبلات وهكذا، دي كلها عندي اسمها الجروبس أو الأقسام. مثلا قسم الأرز، مثلا في أرز مشغول، في كبسة، في أرز صيادية وهكذا. يبقى انا عندي القسم اللي في الشمال او الجزء اللي في الشمال اسمه الاقسام او الجروبس، وعندي طبعا القسم اللي في اليمين ان شاء الله نتعرض للفيديو اللي جاي. فعلشان نقدر نضيف الجروب او القسم ده، مبدئيا كده بروح على الباك اوفيس. عندي طريقتين، الطريقة الاولى من الجزء او القسم الخاص اسمه منيو، وعندي حاجة اسمها منيو كاتيجوري، بضغط في الكاتيجوري نيم واكتب الاسم اللي انا عاوزه. يعني مثلا اسمي مثلا قسم اسمه درينكس زي كده، اقول له سيف. مجرد ما اقول له سيف خلاص بلاقي عندي ان في قسم اسمه درينكس موجود. طيب دي طريقة. طيب الطريقة التانية، الطريقة التانية بتكون من خلال السيتنجز. تاني حاجة بختار حاجة اسمها سكرين ديزاين، بعدين اوردر سكرين، وبضغط على اي مكان فاضي عاوز اضيف فيه الجروب او الكاتيجوري بتاعتي. ماشي، واضغط كده بيجي لي المنيو جروب نيم مكان فاضي، اكتب الاسم اللي انا عاوزه وليكن مثلا اي اسم. ساندويتشز مثلا، وبعدين اقول له اضغط على يس، وهنعرف ان شاء الله سبب الضغط على يس دي ايه بعدين، واقول له اد. بالطريقه دي بيكون عندي جروب. وفي دلوقتي طريقتين، اي طريقه انسب ليك تقدر